طافوا علينا الكلاب ونحن محاصرون داخل مبنى المستشفى، وقامت الكلاب بنهش احد كبار السن اللي كان موجود، وقام يعني اكثر من نص ساعه، ونحن لا نستطيع طبعا ان نقدم شيء سوى ان نقف يعني بعيدين، لانه لو تقدمنا كنا سنكون الخطوه التاليه طبعا لهذه النازيه الاجراميه بحق الجرحى وبحق الكادر الطبي.